يقدر يقول اي حاجه، حد عارف اي حاجه، ما حدش عارف. انا اقدر، اقدر مين؟ انت اقدر واحد تقول لنا. انت بتتكلم صح، لما تبقى الامور كلها ماشيه بشكل منتظم. احنا ساعات بنطلب، يعني احنا مثلا في وديت في اجنده شهر 10 كنا طلبنا مستوى تاني، كانوا مباراتين، طلبنا مستوى تاني ومستوى اول، اتعرض علينا بنين والكاميرون وافقنا، وبعدين ما تلعبوش للمشاكل اللي حضرتك كنت عارفها. مظبوط. اللي حصل فما تلعبوش. فمن ناحيه ان احنا بنطلب وبنحدد الحاجات اللي احنا عايزينها ومستويات. طب كان تحديكوا ايه يا كابتن ضياء قبل ما تيجي مباراه جوش؟ القصه ايه؟ ما انا هقول لحضرتك. اتفضل. القصه ايه؟ بتشتغل لوحدك، بتشتغل الاول ما فيش مجلس اداره. اللجنه اللي كانت مؤقته كانت اما مشاكل مع الشركه الراعيه او ما فيش مشاكل او كان في حاجات جدل كتير. الاجنده بتاعه 11 جه عرض واحد بس، والناس اضطرت انها تقعد مع الشركه اللي جت، واتكلمنا على الكونغو وتونس دول يعني مستوى اول افريقيا، وحصلت مشاكل وطلع عينينا لحد ما ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نعدي المباراتين ولعبناهم واستفدنا منهم. شهر 11 جالنا الماتش الاولاني ده، جت الحاجه الوحيده اللي اتبعتت واتعرض علينا الاتحاد، قالوا في مباراه جورجيا. احنا بنقبل لان احنا مش عايزين نضيع الاجنده. احنا مش عايزين نضيع ايوه. طب ما التوقيت يا كابتن ضياء بيبقى يسمح انك انت تقول. حلو قوي. انا النهارده يعني عايز اقول العرض، العرض جالك في شهر في 10 اللي فات في في في, في الفيفا ديت اللي فاتت بالظبط. المفروض انك انت ما تجيش جورجيا تقول لا يا جماعه يا ريت الشركه الراعيه دي، لان برضو الشركه بتدور على مصلحتها اكتر منك. انت هتسيبني يا كابتن؟ اتفضل اتفضل. اقدر مش انا الاقدر، سيبني. طب قول قول. لما ما كانش في اي حاجه غير ان اللي جت مباراه جورجيا وافقنا عشان ما ضيعش الاجنده. جورجيا كفرقه فرقه كويسه جدا، لكن كجو هناك طبعا في برد وهتبقى 4-0 ولا 9 ولا ايا كان. امبارح بس الناس اتصلوا بينا في الاتحاد وقالوا في عرض من شركه فرنساوي تاني غانا في نفس الميعاد في القاهره. قلنا ماشي، احنا ما بنرفضش. قلنا غانا ماشي، لكن هل يا جماعه انتوا هتقدروا تنظموا المباراه في القاهره؟ هتقدروا تجيبوا الموافقات؟ يعني انا وافق. تتلعب في برج العرب ليه؟ لا ما احنا بنلعب في برج العرب. يا كابتن مجدي، كابتن مجدي بلاش فتحه سد. لا اصل لا كلامك انت كلامك مظبوط، بس انا عايز اقول ايه؟ بكلمك في الظروف اللي احنا بنتحط فيها وواجهناها طول الفتره اللي فاتت. انا جيت النهارده قلت انا خلاص الغي جورجيا، انا موافق العب غانا. خلاص عملت اللي عليك انت كده. حلو قوي. جيت بقى انت النهارده ابتديت تخاطب وتبعت جوابات وما تردش عليها وما تبعت جوابات، وفي النهايه بعد دراسه او عدم دراسه جم قالوا لا مش هتقدروا تلعبوا في مصر. يبقى اتلغيت دي واتلغيت دي، وقعدنا احنا نتخانق مع بعض ونقول مين السبب ومين والظروف البلد والحكايه. يبقى ما استفدناش من طب ما هو في حل وسط يا كابتن ضياء لو تاخده مني. نعم. حل وسط. وهو انت دلوقتي المباراه 14 نوفمبر، قدامنا تقريبا اكتر شهر وشويه. تمام. اعتقد ان مباراه يعني اتحاد كره القدم دلوقتي بقى في مجلس اداره يتحرك بسرعه شديده جدا. احنا لا بنأمله طبعا. يعني ما بقاش في لجنه مؤقته كله نايم ومتخدر وموظف ومش عايز يشتغل. لا ده مجلس اداره جه والمفروض انه يعني ما وراهوش حاجه، لا دوري ولا موري، ما وراهوش غير منتخبات. هو بس احنا فاضل لنا 10 ايام مش شهر يعني. 10 ايام ازاي يا كابتن ضياء؟ قول لي النهارده كام يا كابتن؟ النهارده النهارده فاضل 10 ايام. مظبوط. 10 ايام. يبقى المساله الوقت مضغوط، الوقت مضغوط صح. ايوه. يبقى انا لا خلاص، انا كنت هتكلم على ان يعني يتحركوا بسرعه شديده. يا كابتن مجدي يعني انا بغض النظر، انا عايز العب جورجيا او العب غانا. النهارده الموضوع، انا النهارده لو بعت جواب بكره للامن قلت له المنتخب هيلعب بدون جمهور برج العرب في سينا. ماشي ماشي. لا بلاش سينا دلوقتي عشان فيها ضرب. بلاش. نلعب في العريش. لا برضه العريش بلاش. برضه بلاش. في اسوان برضه بلا. لا ماشي اسوان. ماشي اسوان ماشي.
ايه المشكله ان انا العب؟ ما هو احنا اصلي حاجه واحده بتفجر لي كذا حاجه. لا ده الذ حاجه قضيه، الذ حاجه قضيه اني ماتش المنتخب الصغار بتاع بني سويف السيد يعني طبعا مودرن راحت تبعت، فالمراسل بيكلم لواء موجود ان يعني انتوا خدتوا قرار والموافقات الامنيه، موافقات امنيه ايه وقرار ايه وبنشكر السيد مدير الامن على انه وافق على الماتش يتلعب، نشكر السيد مدير الامن على ان عيال تحت 18 سنه بتلعب بعض في ماتش ما فيهوش اربع تنفر. الموضوع بقى حاجه في منتهى الصعوبه. اللي نشكره فعلا هو خالد غرابه، الحق يتقال هو خالد غرابه اللي هو بياخد على عاتقه مباراه السوبر في عز في توقيت في منتهى الصعوبه، اللي هيلعب نهائي بطوله افريقيا فبرضه يعني مع ان التوقيت ده مفيش معارضين، وان كان جاينا على الفيسبوك ان التذاكر عليها ضرب بين جمهور الاتحاد وبين جمهور النادي الاهلي، جمهور الاتحاد مش عايز جمهور النادي الاهلي يشتري. فالعمليه يعني الموضوع مش عارفين احنا منتخب مصر ما عندوش مشكله. لا انا عايز اقول لك كابتن مجدي ان احنا بنوافق، احيانا بنوافق على حاجه واحده لانها ما فيش غيرها اللي غصب عنك، لكن كل مبارياتنا احنا بنختارها وبنختارها وبنختار المستويات بتاعتها. لكن انا بشوف العذاب، وانت عارف الناس دول، الناس في الامارات انت عارفهم اكتر مني، ساعدونا وسهلوا لنا حاجات كتير. ايوه ولسه وخد بالك الملف ده ما اتقفلش، لسه فيه متعلقات يعني المباريات اللي اتباعت ديت ما تدفعش فلوسها، الاتحاد داخل في يعني انما انتوا الحمد لله ان انتوا لعبتوا ونفدتوا. بس انا كان يهمني ان احنا نلعب فنيا يعني. ان انتوا تنفدوا بال 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 بالماتشات. ده كلام محترم. طب قول لي العبد يعني هل في اقتناع تام بيه في منتخب مصر يا كابتن ضيا؟ مين يا كابتن؟ العبد لاعب اللي بيلعب في انجلترا. ما هو ادم معانا على طول. ايوه اقتناعكم خلاص بقى اساسي، نقدر نقول ان هو احد. لا اقتناع بحسب بتقول لي اجتماع. لا اقتناع مقتنعين بيه وان شاء الله هيكون له دور كبير في الوقت اللي جاي باذن الله. انت شايف انه بيتحسن؟ مدافع قوي ومحترف، يعني عارف ان الكلمه بتاعتك اخدها، محترف على ابوه. محترف وبيلعب كل مباريات اساسي في فرقته في برايتون. وهو معانا، احنا شويه بشويه بيخش معانا، بيخش مع اللعيبه، واحنا شايفين انه ماشي بخطوات كويسه. ان شاء الله هيكون له مكان كويس. 26 سنه طول عمره بيتمرن في انجلترا وبيلعب في انجلترا، ان شاء الله هيفيد المنتخب بشكل كبير. اتربى على 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 طريقه معينه. طب قول لي مشكله زيدان ايه؟ هتتحل ولا ما عندناش مشكله مع زيدان خالص؟ ايه بقى؟ ما امال بنسمع على صفحاتك. ده انا لسه كنت بتفرج حتى على قبل ما كلموني، بتفرج على الدوري الاماراتي. زيدان بقاله شهر لسه ما رجعش يعني. يعني بتفرج على فرقته بتلاعب نادي الوحده، هو ما بيلعبش، هو لسه، لا هو كان مصاب عنده مزق شديد ولسه. لكن احنا ما عندناش مشكله مع اي حد يكون بيلعب وبيأدي كويس، ان شاء الله يكون موجود، ما فيش عندنا اي مشكله. كابتن ضياء السيد بنتمنى لك التوفيق وبنشكرك شكر جزيل على هذه